وللحديث عن التطورات في سوريا ودلالات الدعوات لإحالة مرتكبي الجرائم من النظام السوري لمحكمة الجنايات الدولية، معنا من أنطاكيا السيد رضا سطيف الحقوقي السوري. مرحبا بك معنا. مرحبا بكم، أسعد الله أوقاتكم جميعا. حياكم الله. ماذا تعني دعوات الاتحاد الأوروبي لإحالة الانتهاكات التي تحدث في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية؟ هل يمكن اعتبار حكم محكمة كوبلنز بداية تحقيق العدالة في سوريا؟ نعم سيدي الكريم، هذا الملف بالتحديد كان الملف الذي أخذ حيز واسع من العمل من جانب الحقوقيين السوريين، إضافة لعدد كبير من الحقوقيين والمنظمات الدولية المعنية بالشأن الحقوقي والقانوني. كانت هذه ولو أنها حالة فردية، إلا أنها كانت نتيجة لجهود وتعب لمدة 10 سنوات، بثت نوعا من التفاؤل والأمل في النفوس أن مرتكبي هذه الجرائم لابد أن يتم عقابهم وتتم محاسبتهم، إضافة لمحاكمة أنور رسلان ومساعده. أيضا هناك 3 أطباء الآن في طور المحاكمة ممن أشرفوا على التعذيب في المشافي النظام العسكرية والمدنية. طبعا كان توجيه النداء بداية من وزارة العدل الألمانية عندما أشادت بقرار محكمة كوبلينز وطلبت من باقي الدول أن تحذو هذا الحذو. نحن في السنة التي فاتت كان هناك أيضا توجه من جهة بلجيكا وهولندا للسير في نفس الاتجاه، وكانت هذه الخطوات أيضا تفاؤلية. نأمل من الله أن تكون هذه بداية الخطوات على الطريق الصحيح، وأن يكون تحقيق للعدالة في كافة الدول لمنع هروب هؤلاء الأشخاص. كنا نأمل بمحاسبة السابقين منذ أيام رفعت الأسد وأتباعه في فرنسا، إلا كانت الظروف لا نعلم ما هي، أو كانت الحسابات كيف تكون لا نعلم. أما الآن فنأمل بأن تكون هذه الدعوات وهذا التوجه الأوروبي على الطريق الصحيح لإنقاذ ما تبقى من المعتقلين ومحاسبة المجرمين الذين ارتكبوا هذه. لكن هناك من يعتقد أن إدانة الضابط في جهاز الاستخبارات التابع لنظام الأسد أنور رسلان هو عدالة منقوصة، لأن هناك الكثير من أسلام النظام الذين لم ينشقوا ولم تتم محاكمتهم. تماما سيدي، وانا نوعا ما كنت مع هذا الاتجاه، لكن ليس الامر كما ناخذه بجمله واحده، الامر يحتاج الى نوع من التفصيل. انور رسلان انشق عن هذا النظام، لكن هناك جرائم ارتكبت. انا لا استطيع ان عندما اضع نفسي في موقع صاحب الحق وصاحب القضيه، قضية طبعا الانتهاك عندما يكون الشاهد هو من تعرض للاعتقال أو للتعذيب ويثبت هذا الأمر بالدلائل القاطعة، فهنا لا أستطيع أن أكون بموقع الدفاع. كنا بنوع من ليس الدفاع، ولكن من الخلاف البسيط اتجاه هذه القضية، أننا لا نريد محاسبة المنشقين في هذا الوقت، نريد محاسبة من ارتكبوا الانتهاكات، من هم باقون مع النظام ومنهم ما زالوا يرتكبون هذه الجرائم والانتهاكات. لكن الأمر سار بهذه الطريقة، ونحن نثق بعدالة قضيتنا وليس بعدالة باقي المحاكم أو الهيئات أو الجهات الحقوقية. عدالة قضيتنا هي التي تمنحنا الثقة بأن من يطالبون بحقوقهم هم أصحاب قضية عادلة وأصحاب حقوق حقيقية، فليس هناك من يطلب حق ليس واقع عليه، ليس هناك من يطلب الإنصاف من جرم لم يتعرض له من اعتقال أو اغتصاب أو تعذيب أو إلى آخره. نعم. طيب من ناحية أخرى، اعتبار هذا القرار بأنه تاريخي، قرار محكمة كوبلنز الألمانية، هل يمكن أن يكون بداية حقيقية لتشكيل رأي عام دولي جديد ينطلق من ضرورة تحقيق العدالة إلى عدم أهلية نظام مدان بجرائم حرب ليتولى حكم سوريا أو يستأثر بمقعدها الدولي؟ تماما. نحن كنا نسعى دائما إلى الخطوة الأولى حتى نستطيع الصعود إلى باقي السلم. حقيقة هذه الخطوة كما ذكرت منذ قليل منحتنا الأمل الذي كنا نفتقده دائما. نأمل بأن يكون هناك محاكمة ليست على مستوى الأفراد أو محاكمات على مستوى الدول،
نأمل بأن يكون هناك تحرك حقيقي دولي من قبل مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة، من قبل الدول الكبرى الولايات المتحدة وغيرها، بأن يكون هناك تحرك لمحكمة الجنايات الدولية وفرض محاكمات حقيقية لكل منتهكي أو لكل مرتكبي الجرائم الإنسانية وجرائم الحرب في سوريا. نأمل أن تكون هذه الخطوة هي الطريق الذي كنا دائما نحلم به. حقيقة محكمة الجنايات الدولية هي المكان الحقيقي لهذه المحاكمات، ليس محاكمة كوبلينز ولا غيرها. نحتاج إلى محاكمة تشمل كافة أفراد هذا النظام وكافة داعمي ممن أشرفوا على هذه العمليات ومن أشرفوا على هذه الجرائم الفظيعة التي لم يشهد لها مثيل في التاريخ. محكمة الجنايات الدولية تحتاج فقط إلى تحريك من دولة قوية سأذكرها بالتحديد، الولايات المتحدة. لو أنها حقيقة دفعت بشيء من القوة بهذا الاتجاه لكنا حصلنا على تحقيق أو تحرك المدعي العام الدولي من قبل محكمة الجنايات الدولية. نعم. كيف أسهم تراخي الأمم المتحدة بوصول الأمور إلى ما وصلت إليه في القضية السورية؟ طبعا تراخي الأمم المتحدة، أنا تكلمت مع دبلوماسيين من عدة دول أوروبية وغيرها، فكان الجواب دائما أننا لا نملك القرار. يعني إحدى الدول هي من الدول العظمى والدائمة في مجلس الأمن، فقال لي بالتحديد ممثل هذه الدولة في الملف السوري، حقيقة نحن لا نملك القرار، القرار لأمريكا. وأوباما بهذا الكلام في زمن أوباما في عام 2016، وأوباما لا يريد التحرك، أوباما أخذ موقف الحياد نوعا ما ولا يريد التحرك. نحن ندعم في الموقف السياسي، ندعم في المساعدات الغير فتاكة بالتحديد ذكرها. فكان هناك ليس فقط تلاخي بل تخاذل حقيقي من قبل المجتمع الدولي. لو أنهم أجدموا أمرهم في ذلك الوقت لما تجرأ هذا النظام على الاستمرار في هذه. يعني ذهبت إدارة أوباما وإدارة ترامب وجاءت إدارة بايدن والمشكلة ما تزال قائمة. يعني على أي حال، أنا أشكرك سيد رضا سطيف الحقوقي السوري، كنت معنا من أنطاكيا، شكرا جزيلا لك.